دلوقتي هنعرف ازاي نعمل الاي بي اي من خلال محفظة بايبت عشان نربط الحساب بتاعنا في سمارت تريد بالمحفظة وندي للبوت صلاحية التداول. بعد ما تخش على حسابك في بايبت هتدوس على صورة الملف الشخصي ده، تختار من هنا اي بي اي، بعد كده هتدوس على كرييت نيو كي. بس طبعا هنا بيطلب منك انك تفعل التحقق بخطوتين لحماية الحساب بتاعك، تربط محفظتك بجوجل اوثنتيكيتور. هندوس على سيت اب ونبدأ نربط المحفظة بجوجل اوثنتيكيتور. هتنزل التطبيق وتمسح الكيو ار كود. طبعا بيعمل تسجيل خروج وبيرجع يدخلك مره تانية عشان تجرب التحقق بخطوتين عن طريق جوجل اوثنتيكيتور. كده احنا دخلنا على الحساب، هندوس تاني على صوره الملف الشخصي وندوس على الاي بي اي وندوس على كرييت نيو كي. ممتاز جدا. هتختار اول اختيار ان السيستم هو اللي يعمل اي بي اي كي، سيستم باي بت. ممتاز. هتخليها على اول اختيار اي بي اي ترانزكشن. هنا النيم للاي بي اي هتكتب اسم الاي بي اي، انا مثلا خليته سمارت تريد. بعد كده هتختار من عندك هنا ريد ورايت، مش ريد اونلي، لا خليها ريد ورايت او قراءه وكتابه حسب لغه المتصفح عندك. طبعا وانت بتعمل الاي بي اي تعمله من خلال المتصفح مش من خلال الابلكيشن. بعد كده هتختار نو اي بي، ننزل لتحت كده ونختار سبوت تريد، اي سبوت تريد او التداول الفوري. اي اختيار تاني؟ لا، هو السبوت تريد. وبعد كده ندوس على سبميت. ممتاز جدا، بيطلب منك الخطوتين دول، كود على الايميل وكود التحقق بخطوتين. ممتاز جدا، كده خلاص اداني بيانات الاي بي اي، اسم الاي بي اي والاي بي اي كي والاي بي اي سيكريت وصلاحيات الاي بي اي ايه تريد سبوت. كل اللي هتعمله هتاخد اول واحده الاي بي اي كي بالشكل ده كوبي وتروح لحسابك في سمارت تريد. من هنا بتختار المحفظه بتاعتك هتبقى باي بت. في الاي بي اي كي بتحط الاي بي اي كي اللي احنا لسه واخدينه كوبي، وتاكد انك ماسح كل حاجه في المربعات حتى لو في رقم صفر شيله عشان تحط الاي بي اي زي ما انت واخده من باي بت. وترجع هنا تاني وتاخد الاي بي اي سيكريت كوبي وترجع لحسابك في سمارت تريد وتحط الاي بي اي سيكريت هنا. وطبعا هتشيل اي حاجه مكتوبه في المربع ده حتى لو صفر كده، وانت بتسجل لقيت رقم صفر شيله وحط الاي بي اي من غير اي حاجه موجوده في المربع. بعد كده تدوس على سيف، يبقى انت كده عملت الاي بي اي بشكل سليم. لو عندك اي مشكله هيجي لك اشعار هنا يقول لك ان في مشكله في الاي بي اي، لكن طالما نفذت الخطوه زي ما قلت لك مش هتلاقي اي مشكله تقابلك. ارجع بقى تاني لبايبت ودوس على اندرستود. كده انت عملت الاي بي اي بشكل سليم والبوت هيبدا يتداول على المحفظه بتاعتك في امان.